بجاه القرآن إن شاء الله الله يحفظ ويحفظ العراق ويحفظ قيادة العمليات ويحفظ لواء نجم الجبوري هو رب قيادة العمليات إن شاء الله أفضل محمية بعون الله. وهذه وشغلة المقصورين هذه أمانة إنه بتعاوننا إنه يشكل وفد إلى رئيس الوزراء من الشرطة والجيش طول هالأمر. إن شاء الله إن شاء الله. وهذه تلمس إلى أبواب نينوى إن شاء الله. باب نينوى محمي، باب نينوى ما ظلت مثل قبل، إنه أبواب نينوى داشرة وكل من يجي ويفوت ويخرب من نينوى هذه بعد مرفوضة. هذه باب أبواب نينوى تنحمي تنحمي بإذن الله، لأن نينوى محروسة محروسة بالله، ونينوى هم الأنبياء والرسل، فما نقبل إنه يستهان أهالي نينوى من الكبار من الصغار من النساء والأطفال. هذه بعد ما لها أي 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 حالة بعد بجاء الله وبجاء قيادة العمليات والناس الطيبين. نينوى أمانة بأعناقكم الأطفال والأكبار، الأطفال والشياب والحريم والنساء حتى الطفل اللي يرضى. إحنا إن شاء الله كل أهل نينوى هم جنود الله، نينوى هم اللي يحمون نينوى بالتوفيق من رب العالمين. نينوى ترى عصية إن شاء الله على الإرهاب، واللي يتربص بها بأهلها أولا وبسواعد أبنائه من القوات الأمنية. شكرا جزيلا وبارك الله فيك، وان شاء الله الله يمكننا انه نحمل الامانه. يعني بس مع المفصولين حتى يسمعون انه وصلت كعمل المفصولين. انا قلت لك يعني وتحدثت وياه اللي عرفت انه عندما تطلق الميزانيه راح يعاد بحدود 10,000 شرطي، جزء كبير منهم من المفصولين من الجيش والشرطه. والاخ قائد الشرطه البارحه انا قلت له ياخذ اسماء المفصولين ويروح الى الاخ ابو علي البصري، انا تحدثت معه وراح ايضا يعمل مع السيد وزير الدفاع الداخليه عفوا على اعاده المفصولين، لانه احنا بحاجه حقيقه للشرطه في محافظه نينوى. لا يعقل انه صلاح الدين اللي هي يعني مع اعتزازنا بها هي ربع حجم الموصل، عدد شرطتها 16,000 واحنا 13,000 شرطي. لا يعقل الرمادي مع اعتزازنا بهن بالانبار عديد الشرطه مالهم يصل الى 20,000 وتم اعاده المفصولين، واحنا نشتغل اللي ثاني محافظة بعدد السكان ب 13,000 شرطي. هذه الهواجس احنا رافعيها وراح نستمر نركز عليها الى ان ان شاء الله نحصل حقوقنا، وايضا من خلال الموصلية. انا قلت للسيد المحافظ تاخذ غراضك وتقعد بالخضراء، ما ترجع منك اذا ما تجيب كتاب بإعادة المفصولين وتطويع آخر للشرطة حتى على الأقل يصير عندنا 25,000 شرطي أو 30,000 شرطي كما كنا قبل 2014. اليوم لزيارة قيادة عمليات نينوى إلى السيد القائد اللواء نجم الجبوري البطل حول إعادة مفصولي نينوى من الجيش ومن الشرطة. بالنسبة للمفصولين أولا ما لهم أي ذنب، اثنين جماعة صلاح الدين محافظ صلاح الدين والرمادي ارجعوا، ونطالب من هذا المكان ومن قيادة العمليات على إعادة مفصولي نينوى. المفصولين أولا ضحوا، وكلمة مفصولين بعد اليوم ما نريد نسمعها، ولكن نلقبهم أصحاب الغيرة لأنهم أصمدوا بنينوى وبقوا عند أعراضهم وبناتهم وزوجاتهم وأطفالهم وبيوتهم وما عافوا نينوى. إذا تريد قيسة مع قسم من الضباط أو من قسم من الناس اللي راحوا يمكن قسم من الرتب انذبت على أسوار نينوى، والمفصول الشرطي من الجيش ومن الشرطة ثبت بنينوى وما عاف بيته. والإنسان من يظل يصمد ببيته وما يعوف بيته ويتحمل الأذية وتحملوا الإعدام وتحملوا كثير أمور، المفروض هذا يكرم. وأناشد رئيس الوزراء من هذا المكان
الدكتور حيدر العبادي، الرجل الفاهم اللي دائما ياخذ الامور بالحكمه والامور الطيبه، على ان والسيد وزير الداخليه المحترم الوزير المخلص المحبوب، ثبت انه محبوب لانه في واسط يستخدم السياره ويسوقه بنفسه، ويقف حتى عند إشارة المرور ويسلم على الشرطي قبل ما الشرطي يسلم عليه. أناشد وزير الداخلية وأناشد محافظ نينوى وكل القادة الأمنيين على إعادة مفصولي نينوى. مفصولي نينوى تعبوا وما قصروا، وأقل واحد بهم عنده 7-8 سنين خدمة. هذا الخدمة وين تروح؟